أيها الأحبة، أيها الشباب، يحلو لكثير من الناس ومن الشباب أن يتصف بوصف البطولة، فللباحثين عن البطولات هذا سفيان الثوري رحمه الله من أعبد أهل الإسلام يقول: يا بني، عليك بعمل الأبطال، الكسب من الحلال والإنفاق على العيال. هكذا كان الصالحون والأئمة، رزقنا الله السير على طريقهم. هكذا كانوا يعتنون بهذا الأمر جدا ويحذرون من ضده، لعلمهم بأثره العظيم على قلوبهم ولينها وقسوتها، ولعلمهم بأثر أكل الحلال على دموعهم، ولعلمهم بأثر أكل الحلال على صلاح أولادهم وعلى بركة أرزاقهم.